متخصصين في المجال الإلكتروني كان لهم كلمات جميلة قالوها، منهم صلاح المضاف وطارق المرزوق والدكتور عبير العميري. نسمع تصريحاتهم. تشرفنا هذا اليوم في جائزة مؤسسة الكويت التقدم العلمي بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والقيادة السياسية، وهذا فخر وشرف لجميع المبدعين والذين ساهموا في حصول بنك الائتمان الكويتي لهذه الجائزة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص سموه في دعم أبنائه بالإبداع العلمي. شاركت كمحكمة في الدورة الخامسة لجائزة المحتوى في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. صراحة كانت المشاركة وايد جميلة ومثرية. أهم شيء إن احنا شفنا ابتكارات كويتية في مجال التكنولوجيا وفي مجال إثراء المحتوى. تشرفت بالعمل مع نخبة متميزة من الخبراء في مجال التكنولوجيا سواء من داخل أو الخارج. وإحنا شاركنا في جائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني بمشروع اسمه منظومة الدير للخدمات الإلكترونية، وهي منظومة أو مشروع لتنفيذ وإنجاز معاملات الطلبة الدارسين خارج دولة الكويت. والمنظومة تعتبر تحويل العمل من التنفيذ الورقي إلى العمل الإلكتروني، وتتضمن عدة أنظمة تحت هذه المنظومة اللي هو تشمل نظام المعادلات الشهادة ونظام الأكاديمي والنظام المالي. وهذه الأنظمة ساهمت وساعدت في عملية تقليص عدد التعامل الورقي بيننا وبين الطلبة اللي نتعامل معهم. أيضا هنا